يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يسجد عند قراءة آية السجدة التي في صاد في الصلاة؟ وهل صحيح أنها تبطل صلاة من سجد لها؟ يعني فيها خلاف، هل هي سجدة شكر ولا سجدة تلاوة؟ منهم من يقول إنها سجدة شكر، وسجدة الشكر لا تفعل في الصلاة، فمن فعلها بطلت صلاته. ومنهم من يقول إنها سجدة تلاوة، سجدها داود ونحن نسجدها، وسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. صحيح أنها سجدة تلاوة، أنها تسجد. نعم.